سيطرة اللوبي الصهيوني على المؤسسات الأمريكية. إيه السبب في ده؟ ما دفع الجمهوريين والديمقراطيين إلى أن يعطوا بلا قيود ولا حدود لقوات الاحتلال دعم عسكري غير مسبوق؟ شوف ده سؤال مهم جدا، لأننا يجب أولا أن نفهم مفهوم اللوبي. ما هو اللوبي؟ اللوبي إسرائيل أو الدوائر الصهيونية خلقت اللوبي يتكون من أضداد. بمعنى إيه؟ يعني في أمريكيين أفارقة من السود، وفي غلاة العنصريين البيض، في رجال أعمال ومليونيرات، وفي اتحادات عمال، في كل يعني لم يستبعد في مثلا الناس الدينيين اللي بيتمسكوا بقيم الأسرة، وفي أنصار الرينبو. فكل ده بيتجمع تحت اللوبي الإسرائيلي. وده يعني الفرق بين التعامل الصهيوني مع الولايات المتحدة والتعامل العربي. يعني التعامل العربي انه لم متصور انه يدي صفقات لشركات معينة، انه يدي هدايا لبعض المسؤولين، ان ده حتى من الحاجات يعني اللي انا بجيتها الحقيقة محزنة، انك بتكلف بعض شركات العلاقات العامة انها تعمل لك لوبي. انت مش بتبيع سيفن اب، انت بتقدم سياسة. واسرائيل نجحت في اقناع الولايات المتحدة والغرب، زي ما تبادلت المنفعة مع فرنسا، اليهود الجزائريين في الحرب، وهكذا. أقنعت الولايات المتحدة أنها فعالة وقادرة. في حروبها كانت ناجحة، في عملياتها السوداء المخابراتية كانت ناجحة، إلى آخره. فأصبحت هناك علاقة ندية. أنت النهاردة العرب مفيش علاقة ندية بينك وبين، أنت بتأخذ من الولايات المتحدة وبتأخذ منك هي ما ترتضيه دون النظر إلى مصلحتك. يعني يعني يؤسفني أن أنا أشير إلى مقولة 99% من أوراق اللعبة في إيدين أمريكا. يعني ده أعتقد أنه كان تصريح غير موفق بالمرة، مع احترامي وتقديري للزعيم الراحل أنور السادات. الحقيقة يعني النهاردة أنت علشان تعمل العلاقة بين الولايات المتحدة وبين العرب فيها مرض، يعني انحياز فج شديد جدا ضد كل المفاهيم العربية. ليه؟ لأن أنت ما انتش فاهم المنظومة الأمريكية. أنت النهاردة لو أنت طبيب وراح لك مريض بيشكو، لازم تكون عارف التشريح بتاعه إيه، كبد والكلى والرئة والقلب والبنكرياس إلى آخره. انت النهارده الولايات المتحده ده جسم شديد تركيب، مركب تركيب شديد جدا، فيها الكونجرس، وفيها الحزب الجمهوري، وفيها الحزب الديمقراطي، وفيها المحكمه العليا، وفيها لوبي السلاح، وفيها لوبي البترول، وفيها جماعات الضغط، وفيها اتحادات العمال. ف مفيش يعني قليل من الناس اللي بتلم بهذا. لكن اعتقد انه الفتره اللي فاتت يا معالي السفير كانت كاشفه لكثير من الامور. ترامب في فترة رئاسته الأولى، أول ما بدأ زيارة للمنطقة، ذهب وصهره جاريد كوشنر إلى المملكة العربية السعودية. كيف سيكون شكل الفترة القادمة؟ ذهب إلى المملكة وماذا قال؟ قال إن إحنا بندفع دم قلبنا لعقد صفقات اقتصادية لدول الخليج عشان ناخد بترول، وبنحميهم بدماء جنودنا، وأنا عايز بتاع أتخلص من هذا الاقتباس. يعني مش هو قال كده؟ مظبوط. يعني ده كلام قيل ومسجل على لسان. لكن هل ما حدث في المنطقة، المعطيات على الأرض، تغير من سياساته خلال الفترة القادمة؟ أنت كيف تستطيع أن تغير؟ لازم يكون عندك أداة
للتغيير، أداة للسيطرة، وهذا لا يتأتى إلا إذا فهمت التركيبة. يعني أنت شوف، إحنا في مصر هنا عندنا مركز للدراسات الإفريقية وعندنا مركز للدراسات العربية. النهاردة لابد أن يكون هناك مركز للدراسات الأمريكية يخرج الدبلوماسيين. النهاردة لما تبعت راجل مثلا سكرتير أول إلى الولايات المتحدة ويتعلم on the job كل الحاجات، لا، على ما يكون ابتدى يتعلم ما يكون خلص مدته. انت المفروض ان انت تبعته وهو الصحفيين الاعلاميين رجال الاعمال، يجب ان انت يكون عندك. يعني انت الغرب سيطر علينا ليه؟ لان عنده طائفة من الناس اسمهم المستشرقين، درسوا تاريخنا ودرسوا القبائل، صحيح، ودرسوا الشخصيات ودرسوا توزيع الثروة. انت النهاردة وطول الوقت احنا نستمطر لعنات السماء على المستشرقين، يقولك ان هم دول اللي هم سبب ادوات الاستعمار. ما اعمل انت طائفة سميهم المستغربين اللي بيدرسوا الغرب، يعني يدرسوا الاتحاد الاوروبي وكيف يتخذ القرار في الاتحاد وجامعات الضغط في الاتحاد الاوروبي في الولايات المتحدة وهكذا. يمكن يا فندم بحسب كلام حضرتك مدافع ترامب للتعامل مع الدول العربية أو الأفريقية في السابق أنه لم تكن تظهر الصين بهذا الشكل في المنطقة، وأيضا روسيا شهدنا خلال الفترة السابقة تعاون كبير جدا ما بين روسيا والدول العربية والأفريقية، وأيضا تقارب صيني مع عدد من الدول العربية. شكل العلاقة هيكون إزاي في ظل علاقات استراتيجية بتجمع قوة زي الصين وقوة زي روسيا بالدول العربية؟ شوف، أنا أكثر ما يقلقني على مستقبلنا جميعا هو هذا التفكير، إن إحنا النهاردة هنجد الخلاص على يد الصين وهنجد الخلاص على يد روسيا. ليس الخلاص في أثناء تعددية، لا 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 لا، قطبية. يعني أنت رجل عاقل ومتعلم وتقول هذا. كثير أنا قعدت مع ناس كتير يقولك لا، النهاردة الصين طالعة وهتحيد الولايات المتحدة. الصين يعني بتدور على مصالحها اكيد طبعا، وليست من مصلحتها اطلاقا انها تدخل في نزاعات علشان خاطر فلسطين او علشان خاطر لبنان او علشان خاطر اي طرف. انت النهاردة طول ما العرب في هذه الحالة من الضعف ومن التشرذم لن يعمل لنا احد حساب. دي وجهة نظر حضرتك طبعا بكل تأكيد طبعا في محلها، لابد أن يكون هناك صوت عربي موحد، ده مما لا شك فيه. يعني مش ضروري حول الكثير موحد، حول الكثير من القضايا، يعني على الأقل قضية العرب المركزية يبقى ما هواش متصارع. يعني أنت عندك النهاردة الـ إحنا كنا في فترة من الفترات في الستينات كنا بنتحدث عن القومية العربية وبنقول لك ان في مؤامره لضرب القوميه العربيه. النهارده في صراع لضرب القطريه العربيه. يعني انت لما تروح شوف النهارده تلاقي ليبيا بيقتلوا بعض، اليمن بيقتلوا بعض، السودان بيقتلوا بعض، سوريا سالت فيها بحور، العراق سال فيها بحور، النهارده الجزائر والمغرب يعني على شفا حرب. فكيف تستطيع ان انت تواجه العالم؟ يعني انت النهاردة يعني لعل من الدروس المستفادة من اللي حصل في غزة ان انت الاول كنت بقول عن اسرائيل، لا مش اسرائيل، انت اسرائيل معها الحلف الشمال الاطلنطي ومعها الولايات المتحدة، صحيح، وبتاعت يعني اذا كان الولايات المتحدة اللي هي اقوى دولة في العالم بتواجه العالم من خلال حلف الشمال الاطلنطي اللي فيه بلجيكا وفي تركيا وفي اليونان. فانت النهارده العرب يعني البحرين عايزه تواجه العالم لوحديها، قطر عايزه تواجه العالم لوحديها. لما تحصل المشكله يقول لك انا فين مصر؟ مصر هتشيل، مش لازم تبقى مدعومه. يعني انت عايز مصر تواجه الولايات المتحده وتواجه حلف شمال الاطلنطي والعرب مش عايزين يعملوا حلف عشان يراعوا مصالحهم؟